إلى ساعة افتتاح ندوة الوقاية من الحوادث وإصابات الطرق، والتي جاءت إحياءً لليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، والذي يصادف الأحد الثالث من شهر نوفمبر في كل عام. والتي تشرف على تنظيم هذه الندوة الهامة والمتعلقة بإحياء اليوم العالمي والليبي لضحايا حوادث الطرق تحت شعار معاً من أجل الحد من حوادث السير وإنقاذ المصابين في الحوادث. وكما تعلمون فإن حوادث الطرق في ليبيا سبب رئيسي للوفيات والإعاقة، وتؤدي سنوياً إلى وفاة حوالي 2550 قتيل تقريباً، بالإضافة إلى عدد كبير من حالات الإعاقة والإصابات الخطرة التي تشكل فقداناً لسنوات من العمر المصحح نتيجة للوفيات المبكرة، كما تشكل عبئاً كبيراً جداً على الخدمات الصحية وعلى المجتمع بشكل عام. يسرني أن أرحب بكم وأشكركم على تشريفكم لنا بالحضور والمشاركة في احتفاليتنا هذا، والذي يدل على عميق إيمانكم بوجوب مقاومة هذا القاتل المتسلسل الذي هو حوادث الطرق. إن حوادث الطرق هي من أهم أسباب الوفيات في ليبيا، حيث إن الإحصائيات تؤكد حوالي 3600 حالة سنة 2013، لا بل وأنها تحصد أرواح الشباب وهم في أوج عطائهم، فيستهدف الفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة، ولذلك فإنه من واجبنا جميعاً التكاتف من أجل مقاومة هذه الحرب المستمرة على طرقاتنا. نلتقي اليوم من أجل عقد ندوة حول هذا الموضوع الهام الذي يمثل مشكلة كبيرة جداً داخل بلادنا ليبيا، حيث أن ليبيا تمثل أعلى نسبة الوفيات على مستوى العالم، 73 لكل 100,000 مواطن، وهي أعلى نسبة. أقرب نسبة إلينا هي 34 لكل 100,000 مواطن، بمعنى أن نحن حقيقة نعاني في مشكلة كبيرة جدا. بدأت هذه المشكلة من مدة طويلة جدا، واليوم استعرضنا الإحصائيات من سنة 1995 إلى غاية 2019، يعني 25 سنة، لقينا أن الوفيات وصلت إلى حوالي 50,000 مواطن متوفي من الليبيين بسبب الحوادث خلال ال 24 ساعة الأولى، ولو أضفنا لهذا العدد ثلاثة كل متوفي مع ثلاثة مصابين، إذا نتكلم على 150,000 مصاب بمصابات بسيطة، إصابات بسيطة أو بإصابات متوسطة أو إصابات بليغة. البرنامج حقيقة اليوم تحت مظلة وزارة الصحة وبحضور وزارة الداخلية ومشاركتها وإدارة المرور بالذات، وكذلك حضور السادة من وزارة المواصلات بكل مكوناتها والمجتمع المدني، كذلك فيها جمعية واحدة تنبيه السلامة المرورية حاضرين اليوم معنا، وشركات التأمين والقطاع الخاص والعدد ولفيف كبير جدا من رجال الإعلام، وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية. وعدم تقدير المسؤولية والمشاكل الصحية لكبار السن لتضح الأمر جلياً بأن السائق لعب الدور رئيس الحوادث. الحقيقة في صغار السن لم يصل السن القانونية، بل لا يستطيع قيادة سيارة فيجد الوقود السيارة في الطريق المزدحم. العديد من كبار السن لا يقوموا بفحص طبي عليهم من ناحية النظر والعينين والجانب العقلي وجانب المقدرة على الحركة نفسها، وما زالوا لحد الآن يقودوا السيارة ويسببوا كوارث وحوادث كثيرة جداً. فمن خلال الاطلاع على مواد قانون المرور رقم 1984 وتعديلاته والقرار 247 سنة 94 وتعديلاته بشأن تحديد أحكام وقواعد وإشارات المرور على الطرقات العامة، يتضح بأن بعض المواد التي تنص على عقوبة الغرامة المالية لم تعد رادعة، وذلك لتدني قيمتها المالية للغرامة، والتي تصل في بعض المواد القانونية إلى قيمة 10 دينار.